الحكم الياباني صفرت اللقاء بسم الله مع المنتخب المصري، حيكون على يسار الشاشة إن شاء الله، يلعب كرته تاني على طول إلى شادي محمد. شادي محمد على كرته تاني على الأرض، هنا محمد شوقي منتخب الأنجولي بيقابل من نص الملعب. أحمد فتحي الباصة، اللمسة الجميلة، عمرو زكي، يلا يا عمرو، تايجر الكرة المصرية، النمر المصري عمرو زكي، ولكن على طول تاني تصل أبو تريكة، أبو تريكة همزة الوصل، انطلاقة شوقي، يلا سدد، سدد يا شوقي، حلوة جميلة، جميل إنك تسدد، وأدي التسديدة هنا من محمد شوقي، أول كورة وأول ظهور، وأدي السندة من أبو تريكة، وأدي محمد شوقي تسديدة قوية ولكن يعني في نص المرمى، قربنا شوية. يعني سعيد الحقيقة يا جماعة، بعض اللقاءات الحقيقة ما اديناش حقه، إنما هو امتداد لإبراهيم يوسف وحسن حمدي ومصطفى يونس وأشرف قاسم وهاني رمزي والنحاس والشيشيني، أسماء كبيرة مع المنتخب المصري لعبت في هذا المكان، متعت ودلعت، يعني إيه سيمفونية مصرية؟ انطلاقة للفريق صاحب الخمس نجوم، إن شاء الله هدف مبكر، أدي الباصة، أدي السندة، متعب، أوبا، أدخلي بقى يا شيخة، أدخلي بقى، مش ممكن، مفيش حد موجود، أخطر هجمة للمنتخب المصري، كرة معمولة جميلة، بقول لحضراتكم هدف مبكر، إن شاء الله تتفرج على لقاء جميل، إن شاء الله تستمتع مع لقاء جميل، بص الجملة من سيد معوض، بص تفويضة من متعب، وبص الوان تاتش الجميل معمولة حلوة الحقيقة، ولكن عمرو زكي عامل لعماد متعب باصة، وفي الأخير هنا متعب كان عاوز يسجل، إنما بوجه القدم بعيدة شوية، تصل الكورة إلى ضربة المرمى، برغم متابعة والمان أو الفولو اللي عملها اللاعب وائل رياض طبعا وائل الجمعة مع النادي الأهلي، ولكن الأمور مختلفة، 66-34 تفوق عالي للمنتخب المصري، ولكن عاوزين التفوق من الشباك، عمرو زكي تايجر الكرة المصرية، نمر الكرة المصرية ما شاء الله في الجبهة اليمنى خطيرة، اظبط الكروس يا فتحي، عرضية مصرية تبحث عن رأسية ولكن عمرو زكي بعيد، وأحمد فتحي عاملها مش مظبوطة، وزيكالينجا راجع، يضغط منتخب مصر، يلا أبو السيد، سيد معوض أحد نجوم الدراويش، عرضية للمصريين ولكن يطلع تاني الدفاع الأنجولي، مباراة حلوة عليه ولكن تصل شادي. شادي محمد يسلم على طول تاني الى هاني سعيد، ثقه واقتدار وجمال ما شاء الله، نمسك الخشب يا هاني، على طول تاني جنب ابو تريكه، يلعب مع حسني عبد ربه، انتشار لاعبي المنتخب المصري في الخمس دقائق الماضيه ممتاز، ادي احمد فتحي، يلا العرضيه، ادي العرضيه، لو قطع لو همس، يا عمده، انت ما سجلتش في ثلاث لقاءات، انما تسجل النهارده نحطك جوه العين ونغطيك برموش العين يا عمده، شوف العرضيه معموله، جلت وعماد متعب متوقع خطا المدافع الاخير هنا، اللاعب رقم 15 روي ماركيز نجم نادي ليدز يونايتد الانجليزي، ولكن فلافيو كل لعيبه المنتخب الانجولي، خطا لمصر على طول التسديده ولكن تخبط تخبط وركله جزاء، ركله جزاء ابو تريكه بركه، ابو تريكه ده حكايه، ركله جزاء وانذار للاعب رقم 8 اندريا ماكينجا، يكون كالي يكون كلبرتو، انما بص ابو تريكه، بص ابو تريكه يا جماعه ما شاء الله عليه، بركه ماشي على الارض، بركه ماشي على الارض ممتاز. عدم تواجد النهارده زيدان ايضا يعني هيكون مؤثر، ان شاء الله زيدان يكون موجود معانا ويكون موجود مع الفرقه، وبيني وبين حضراتكم اللعيب الكويس، اللعيب اللي عاوز يعمل اسم تاريخي، يعمل اسم عالمي، يلعب او ما يلعبش ما تفرقش، خصوصا مع منتخب بلد. شرف كبير جدا حتى يعني تكون موجود مع الباص بتاع المنتخب المصري او منتخب او اي منتخب عربي. ركله جزاء حسني عبد ربه مع الدقيقة 22، ركلة جزاء لصالح مصر، إن شاء الله الأول يا رب، إن شاء الله، منتخب مصر وركلة جزاء، حسني عبد ربه يا رب فرحة، حسني عبد ربه يا رب فرحة، حسني عبد ربه نجم ماتيوس الكرة المصرية، لوثر ماتيوس الكرة المصرية، والهدف الجميل لحسني عبد ربه، هو ده الكلام يا جماعة، مصر محتاجة فرحة يا رجالة، مصر محتاجة فرحة أمام أنجولا، أمام الكوت ديفوار، أمام مفتاح أكرا، لازم إن شاء الله وبعون الله وبتوفيق الله وبكل تواجد الجماهير المصرية إن شاء الله النهاردة تكون فرحة لماتيوس الكرة المصرية، شوف الجمال بتاع حسني عبد ربه، مودي الراجل في حتة ومسمعه يعني أغنية ظلموه بهدف جميل جدا جدا داخل المرمى الانجولي، 1-0 لمصر في اول 22 دقيقة، 1-0 لمصر في اول 22 دقيقة، افرح يا حسني وتفرح كل جماهير مصر. ارثر بوكا النجم الجميل الباك الشمال، كورة على طول امامية 27 دقيقة لعب، خطير جدا اللاعب زيكالانكا ولازم يخلي باله شادي، هذه محاولة تسديدة، يا نهار ابيض هدف جميل، هدف جميل ده انا مش ممكن هذا اللاعب، ده اللاعب مانوشو هدف عالمي حلو جدا الحقيقة، كده اشوف حضراتكم هذه المحاولة خد القرار ازاي، هدف قوي جدا وفي منتهى القوة، هدف لصالح المنتخب الانجولي بلا داعي طبعا، شادي كان لازم يدوس اكتر هنا ولكن يعني لسه في وقت، 9 دقائق آتية على نهاية الشوط الأول، وضربة حرة من مكان في منتهى الخطورة على منتخب مصر، إن شاء
شاء الله خير. جيلبرتو الحمد لله خبطت، ترجع تاني منتخب الانجولي، ضغط منتخب انجولا وراجع كل لاعبي المنتخب المصري، اضغط هنا ممتاز. الشوط الثاني يبقى افضل، ادي التسديده وادي اصرار من حسني عبد ربه، راجل جدا يا حسني. حضر يضربه هنا في مساحه، فين ابو تريكه؟ فين محمد ابو تريكه؟ انطلاقه ثانيه عمرو زكي تحت ضغط ممتاز، جابها يمنى خطيره، اظبط يا احمد، اظبط على راس عمرو زكي، اظبطها شويه، اعملها عرضيه شويه، عدت الثاني، هو تايجر، هو تايجر كلب الاسد، هو تايجر يا جماعه، هو النمر المصري، ارجو كل اعلامي يكتب ما بين قوسين عمرو زكي هو تايجر الكره المصريه، هو نمر الكره المصريه، هو قلب النابض للناحيه الهجوميه، عمرو وعماد اثنين مهاجمين على حرف العين، بالاضافه لمعلق اللقاء، بالاضافه للحضري، بالاضافه لجماهير جميله وفيه حضرت لمؤسسه المنتخب الوطني المصري. جون ثاني 2-1 3-1 نعمل مباراه هايله، 3-1 المنتخب المصري يعمل لقاء كبير. احمد فتحي المصريين دايما تحت ضغط هايلين، المصريين دايما لما يكون محتاج انه يكون واقف على اقدامه هنا في ملعب بابايارا قد ياتي الوقت القادم ان شاء الله بسعاده بهدف ثالث. هنا قلت من المدافع اللي اتكلم عنه خالد بيومي وطه، هدف 2-1 الان لعمرو زكي، 2-1 يا عمرو زكي، تسلم تسلم ويسلم الاداء عمرو زكي، 2-1 راجل جدا من اللعيبه اللي بتعشق يعني ايه المنتخب المصري. بقول لحضراتكم هو اخر بصافره نهائي تحت الشوط الاول، فوز لصالح المنتخب المصري 2-1، هدف من دوكا اللاعب رقم 14 مهاجم مع المنتخب الانجولي. الشوط الثاني منتخب مصر هيكون على يمين حضراتكم والمنتخب الانجولي هيكون على يسار اشش. ادي الكره اماميه، راسيه ثانيه في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، الحمد لله بلا داعي. شوف حضراتكم هذا اللاعب خطير جدا، خطير جدا منوش، وهجمه ومفاجاه في اول ثواني عمر الشوط الثاني، ولكن هنا تخرج كوره ضربه مرمى لصالح المنتخب المصري. شوف بيعملوا الكرات دي كتير جدا، وادي على طول فلافيو حاططها ممتازه، والحضري طالع ولكن مانوشو بيضيع فرصه للمنتخب الانجولي، كانت خطيره جدا على المنتخب المصري. فرصه كانت خطيره جدا، شوف الفرصه، ولكن الحمد لله هنا عدت بسلام لصالح منتخب مصر، فتره ممكنه طبعا منتخب مصر. 2-1 اخر لقاء جمع الفريقين 6 اهداف، 3 لكل فريق. انطلاق على طول من الظهير الايمن ماركو ايروسا، عرضيه مانوشو يسلم فلافيو، يسلم فلافيو، خطيره حضري، ممتاز يا حضري، تسلم ايديك يا حضري، تسلم ايديك يا حضري. عصام الحضري يطلع الى ركله ركنيه، شوف الانطلاقه، ادي عصام الحضري وكره خطيره جدا، شوف لمسها ازاي، شوف نكشها ازاي، ووصل في اسهل طريق لعصام الحضري، ممتاز عصام الحضري. الكره الاخيره اخطر كوره او ثاني اخطر كوره للمنتخب الانجولي. تراجع الان شويه في اداء المنتخب المصري بنتيجه ان انجولا وصلت مرتين في اول نصف دقيقه ثاني، ثم الجبهه اليمنى ثاني عن طريق اللاعب محمد شوقي، شوقي على طول ثاني جميل عماد متعب، يا ولد الباص بسرعه، انطلاقه ابو تريكه، انقل بسرعه ابو تريكه، ابو تريكه، ابو تريكه على طول اماميه المنتخب المصري، عماد متعب، عماد بيدور على ابو تريكه ثاني، ابو تريكه محاوله يمشيها لمتعب، هوب يا متعب، هي دي يا متعب، مش عايزه تدخل، خلاص واقفه العمليه، واقفه العملية واقفة يا متعب، خلاص الكورة بتاعت حارس المرمى، انما شوف ابو تريكة يا جماعة هو المنسق العام لكل كرات المنتخب المصري النهارده، محمد ابو تريكة منسق واستاذ بتاع نص الملعب او بتاع البلاي ميكر تحت تونس حربة، الارض كله تسليم على الارض، كله على النوتة الموسيقية الفرعونية المصرية، ادي على طول احمد فتحي عدي ابو حميد، الله ده انا حلوة جدا جدا، ما شافهاش حارس المرمى على بيحاول يسلم من قدم لقدم منتخب مصر، ما بيحاولوش يفقدوا الكرة بسهولة، وائل يروح هو بهجمة عنترية، وائل عدى خدمته، عدى في السكة يلعب كرة خطيرة، هوبا هوبا، يلا يلا ولد يا ولد يا ولد، كان هيسجل هدف، كان هيسجل، ارفع راسك انت مصري ممتاز، شوف اداء المنتخب المصري، شوف الحنكة، شوف الثقافة، شوف الاداء، شوف احمد حسن كان مع موعد مع التاريخ، كان موعد في لقاء اكثر لعيب طبعا مع المنتخب المصري. يجي على طول اللاعب رقم 14 انطونيو مندوكا، مانوشو كرة عرضية لمنتخب الأنجولي، خطيرة الكرة ديت، إصرار ولكن يطلع على طول منتخب مصر، كرة ركنية لصالح منتخب أنجولا، كرة خطيرة ديت، كرة على طول لعب عرضية، يطلع تاني في منتهى الخطورة، يدوس هنا منتخب الأنجولي التسديدة، الحمد لله ممتاز إبراهيم سعيد، هايل إبراهيم سعيد، قبان حسن شحاتة هنا على طول حكم اللقاء يطلق صافرة نهاية اللقاء.